أولئك الرجال الذين فاوضوا فرنسا في تلك السنوات، وأطلق الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس. هؤلاء الشباب الذين كانوا يكونون هذه الحكومة، وبعد مفاوضات عسيرة ثبت فيها الجزائريون على مبادئهم، وثبت فيها الجزائريون على عدم التفريط في شبر من أرضهم، استطاعوا أن يقنعوا العدو بسياستهم المحنكة، ولكنه استنادا على البندقية والرصاصة التي كانت في الأوراس وكانت في الشمال والجنوب. ومن هنا جاء هذا اليوم، يوم النصر. ما أجمل هذه الأيام الذي يلتحم فيها النصر مع رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لك الحمد يا ربي على النصر، ولك الحمد يا ربي على الاستقلال، ولك الحمد يا ربي على بلوغ شهر الفضل وشهر البركة، شهر رمضان. لك الفضل يا ربي، ولكن على كل جزائري أن يقف أمام هذان الحدثان العظيمان، أن يقف ويتذكر عهد الشهداء ودماء الشهداء وماذا قدمه الشهداء، ويسأل نفسه: وأنا ماذا قدمت لبلادي؟ وأنا ماذا قدمت لديني؟ وأنا أين هي اللمسة وأين هو الأثر الذي تركته في هذه البلاد العظيمة؟